كل الناس بتتابع في هذه الأيام بكل تأكيد البطولة العربية كأس العرب فيفا والمقامة في دولة قطر الشقيقة، ورغم الحزن الكبير الموجود عندنا بسبب النتائج المخيبة اللي حققها منتخبنا الوطني واحتلاله للمركز الأخير في مجموعته في نتائج ربما تكون هي الأسوأ أو بالفعل هي الأسوأ ما بين كل المنتخبات الـ16، الأمر الذي جعلنا نبدأ ونحاول أن نبدأ مسيرة إصلاح ومحاولة مراجعات لحال كرة القدم السودانية والتي ظهر مستواها الحقيقي في هذه البطولة. لكن هذا الحزن لم يمنعنا من السعادة ولم يمنعنا من الشعور بالفخر ونحن نشاهد دولة قطر الشقيقة تقدم بطولة على أعلى مستوى من كافة النواحي التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بالملاعب التي استضافت مباريات البطولة هذه الأيام. من منا لم يعجب ولم ينبهر بملعب البيت؟ من منا لم يعجب ولم ينبهر بملعب 974 المكون من حاويات والمقام فيه بالقرب من الميناء، ملعب أحمد بن علي بنادي الريان، الملعب الثمامة، كل هذه الملاعب، ملعب الجنوب، كل هذه الملاعب الجميلة والرائعة والتي جعلتنا نشعر بشكل كبير جدا بأن قطر في أتم الاستعداد لاستضافة المونديال، ليس فقط في العام المقبل وإنما الآن. لو تقرر إقامة مونديال قطر 2022 في هذه الأيام يا وئام، قطر أعتقد أنها جاهزة تماما لاستضافة المباريات. نعم بالتأكيد محمد، قطر في قمة الجاهزية والاستعداد، وحقيقة يعني هي عكست وجه مشرف جدا للاستعدادات البهية في الطلة، وخاصة في التصاميم المعمارية للاستعدادات وأيضا في تجهيزات البلاد من سنين ماضية طويلة، فأنها هي تستقبل هذه المونديالات وتستقبل هذه الحشود الآتية من كل صوب ومن كل نحو بهذا الجمال وبهذا التنظيم وبهذا الإبداع، لتعكس قطر صورة باهية جدا للعالم العربية يا محمد. وحقيقة شيء مشرف زي ما ذكرت، عشان نعرف أكثر عن الجمال اللي شاهدناه في كل مباراة الأخرى، كنت تشتت ما بين متابعة المباراة وبين الإعداء المعماري اللافت للأنظار. سعيدين جدا نستوقف في هذه النقطة مع الباش مهندس مختار محمد، مهندس معماري. مرحبا بك باش مهندس مختار، جمعة مبارك عليك. في البدء صلي على أجمل الخلق وعلى أكرم البشر وعلى أفضل من ولد على الأرض سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأنا في منتهى السعادة بتواجدي معكم وفي حضرتكم في حضرة المساء على قناة الهلال الفضائية، القناة الرائعة، القناة الفعالة الذي منذ تأسيسها لعبت دورا هاما في إيصال المشهد الرياضي للجمهور السوداني وللجمهور الهلالي خاصة. وأيضا سعيد بتواجدي مع اثنين من النجوم النيرة في الوسط الإعلامي الرياضي، الأستاذ ويام الأستاذ محمد خير، لكم مني كل الحب والاحترام. تسلم كثير مختار، وإحنا برضه سعيدين بوجودك معنا. مختار، أنت من المهندسين اللي شاركوا في بعض الأعمال الإنشائية في ملاعب قطر، خاصة ملعب البيت أعتقد، وكذلك أنت الآن من المهندسين المعماريين المتطوعين من أجل إنقاذ سمعة كرة القدم السودانية، وبديتوا باستاد الخرطوم في محاولات طبعاً يعني إعادتنا من جديد لاستضافة المباريات بعد العار الكبير الذي لحق بكرة القدم السودانية، لا تستطيع أن نستضيف ملاعبنا مباريات. يعني دعنا نبدأ بقطر، ودعنا نبدأ برحلتك في ملاعب قطر، وكيف يعني بدأت هذه القصة وهذه الإنشاءات وهذه الملاعب الجميلة بهذه الأفكار التقليدية التي تحولت من أفكار تقليدية نابعة من البيئة القطرية لأفكار عالمية الآن مبهرة لكل من يشاهد البطولة العربية ولكل من يعني يتابع هذه الإنشاءات وهذه الملاعب في قطر. الملف القطري لاستضافة كأس العالم، قطر والمونديال العالمي، قطر واستضافة كأس العالم، قطر كأول دولة مستضيفة كدولة عربية مستضيفة لكأس العالم، قطر كثاني دولة آسيوية تنظيما لبطولات كأس العالم بعد مونديال كوريا الجنوبية واليابان للعام 2002. في الحقيقة الملف القطري لاستضافة كأس العالم هو كان ضمن رؤية قطر المستقبلية للعام 2030، اللي هي دولة قطر وضعت خطة استراتيجية ممرحلة برؤية حديثة علشان بعد عام 2030 تجد نفسها دولة متطورة في البنيات التحتية، دولة متطورة في البنيات الرياضية، دولة متطورة في كرة القدم، دولة متطورة في شتى النواحي والمجالات، سواء كانت النواحي الطبية أو السياسية والاقتصادية وغيرها. فبداية الانطلاقة لما فازت قطر باستضافة مونديال 2022، دي كانت النقطة أو المرحلة الأولى. بعد ذاك المرحلة الثانية اللي هي تقديم المقترحات والمشاريع اللي قدمتها للجنة المنظمة، كما معروف الحال أنه بيكون في لجنة منظمة في الفيفا
هي بتهتم بتراجع مع الدولة الفائزة باستضافة كأس العالم، بتراجع معها الملف المشاريع والمقترحات التي هتقدمها. قطر فعليا قدمت 12 مقترح كملعب، من ضمنهم كان برضو مقترح الثمانية ملاعب، واللي هي استضافت عليها إنها تعمل الثمانية ملاعب القطرية، اللي هي بدت باستاد خليفة، ثم بعد ذاك تم افتتاح استاد الجنوب بمدينة الوكرة، ثم بعد ذلك كان في فترة الكورونا قطر لم تتوقف بل واصلت بقوة، استكملت استاد المدينة التعليمية، استاد البيت، ثم استاد السمامة، ثم استاد الريان، ومن ثم ذلك استاد راس أبو عبود الملقب ب 974. نعم. ممكن احنا يعني باشمهندس بنتابع حاليا بعض الصور لمرحلة الإنشاء والعمل الجاد والعمل الكبير على هذه الاستادات، لكن باشمهندس يعني خلينا اطرح عليك جانب مهم جدا. ممكن قبل شوي تحدثنا عن انه احنا استاداتنا في السودان بنحاول ننميها، البعض بيعتقد انه الموضوع ممكن ياخذ زمن طويل، البعض بيعتقد انه بياخذ فتره قليله. قطر كتجربه واقعيه وفعليه على ارض الواقع، هي احتاجت كم من الزمن عشان تشيد هذه الاستادات، وايضا كم عدد الاستادات الحاليه حتستضيف المونديال في هذه الفتره؟ طيب. الاستادات الحاليه اللي حتستضيف المونديال في قطر هي 8 ملاعب بالضبط. بدايه العمل كان من العام 2015، اللي هو مفترض انه قبل عام من انطلاقه بطوله العالم، اللي هو نحن الان في العام 2021، العام المقبل حتنطلق البطوله بتاعت كاس العالم. قطر في من 2015 او من 2014 من فوزها بالملف القطري بملف استضافه كاس العالم، فيها من 2015 بدات التنفيذ مباشرة في الملاعب لحد العام 2021، وأعلن اللي هو الأمير تميم جاهزية جميع ملاعب قطر لاستضافة بطولة كأس العالم. ممكن نقول سبع أعوام تقريبا. نعم. اللي هو سبع أعوام دي في كل ملعب بيكون في مصمم ويكون في شركة منفذة. العمل طبعا انجز في وقت سريع، 7 أعوام و 8 ملاعب، يعني ضغط هائل. ايوه لضغط هائل كيف؟ طيب في كل ملعب كان بيتم العمل مده 24 ساعه عن طريق 3 ورديات، اي ورديه كان ما بكون فيها اقل من 3000 عامل. ايادي عامله هائله. اسطاف متكامل، اسطاف عالمي. حسي زي الصورة اللي تم عرضها دي، اللي هي دي ملعب البيت. ملعب البيت ده طبعا بيقع في مدينة الخور، بيبعد عن العاصمة الدوحة ما يقارب 20 دقيقة. المصمم الألماني ألبرت شبير هو من قام بتصميم الملعب، والإشراف المباشر على التنفيذ كان من قبل مؤسسة سباير زوم. الفكرة كانت مستوحاة في استاد البيت من بيوت الشعر اللي كان بيقطنوها أهل البادية في القدم في الوطن العربي والخليج بالتحديد وعلى مر العصور، وحتى هم حتى الآن محتفظين بالتراث ده، يعني حتى بنجدهم إنهم في منازلهم وفي بيوتهم في المساحات الفاضية أو في الحوش عندهم بيكونوا عاملين بيوت الشعر دي كاستقبال، كضيافة للزوار، كنوع من الجلسات العائلية وهكذا. رغم السرعة في الزمن لإنشاء العديد من الاستادات، كمان في تفنن، يعني يبدو أن كل استاد عنده فكرة محددة. أيوة. طيب هم بدوا أولا باستاد خليفة باحتباره هو أول ملعب وطني تأسس عام 1976، وباحتباره هو القلب النابض في الأحداث الرياضية في دولة قطر، تقام عليه المهرجانات، تقام عليه البطولات العالمية، تقام عليه الدورات الرياضية الأخرى، باحتباره هو استاد أولمبي. الاستاد في تأسيسه كان بيسع ل 20,000 متفرج، بعد ذاك اضطرت عليه بعد التعديلات اللي هي كان في البطولة الآسيوية عام 2006 أصبح يسع ل 28,000 متفرج. جاء بعد ذاك كأس العالم اللي هو ضمن الملاعب في كأس العالم 2022 أصبح يسع اللي هو زادوا السعة بتاعته ل 40,000 متفرج، بإضافة تقنية التكييف والتبريد. طيب تقنية التكييف والتبريد والتقنيات الحديثة الموجودة في الملاعب دي حنتكلم عنها مختار، بس خلونا نطلع فاصل ونرجع ونواصل.
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا، ولسه في رحلتنا الجميلة مع باشمهندس مختار واستادات قطر، وهذا الإبداع الكبير وهذا الإبهار في التصميم وفي الشكل وفي الطريقة الإبداعية والتي صممت وأنشأت بها هذه الاستادات. باشمهندس مختار، يمكن واحدة من أبرز التقنيات الحديثة دخلت في الاستادات في قطر هي تقنية التكييف والتبريد. درجة الحرارة بتكون خارجيا 40 درجة 35 درجة، بتلاقاها جوا الاستاد 20-25 درجة. نتكلم شوية عن التقنية دي، من وين جاءت الفكرة وكيف قدروا يعملوها في استادات كرة القدم؟ تقنية التكييف والتبريد طبعا هي فكرة جديدة وحديثة في الملاعب، والسبب في تواجدها أنه كأس العالم كان مقرر أصلا في فترة الصيف في قطر. طبعا معروفة قطر أنه في فترة الصيف بتمتاز بالسخانة العالية والرطوبة، فالفيفا بعد ذلك قررت تحويل البطولة في الشتاء. تقنية التكييف والتبريد هو أصلا ابتكرها الأستاذ والدكتور سعود في جامعة قطر، وممكن نختصرها أو بثلاثة مراحل معينة، اللي هي بتقوم المرحلة الأولى على آلية تبريد الهواء الخارجي عن طريق مراوح التكييف، اللي هي دي عبارة عن وحدات بتاع التكييف بتكون موضوعة في فراقات مخصصة لها. الوحدات دي بتكون لازم تعمل على أنه تدي الكمية الكافية من التبريد للإستاد. عندها وحدات تحكم اللي هي حسيت ذكرتها وسألت عنها، اللي هي بتتحكم لي في درجة الحرارة. أنا بقدر أنه مثلا أجعل داخل الإستاد درجة الحرارة مختلفة عن خارج الملعب. في الافتتاح بتاع إستاد خليفة للعام 2018 كانت درجة الحرارة في الخارج كم 30 درجة مئوية، في الداخل كانت 18 درجة مئوية. بعد ذاك الهواء ده بيصل للجمهور والاستاد عن طريق قنوات او مجاري، عن طريق فتحات منتشره في المدرجات وفي الاستاد. يعني الاستاد اذا نحن صنفناه على ثلاثة مراحل، بيكون في الثلاثة مراحل دي في المكيفات اللي هي بتعمل تبريد كامل للاستاد من الداخل. بعد ذاك بتجي المرحله بتاعه تبريد الجمهور، اللي هو في كل مقعد بيكون في قنوات صغيره موجوده للتكييف اسفل الجمهور، اللي في المدرجات ذاته بيكون في تكييف. نعم بالتأكيد. جميل. طيب باشمهندس مختار، يعني احنا تحدثنا عن التقنيات اللي هي استخدمتها قطر، والحقيقة هي ممكن طورت فيها كثير في تقنية تشييد الاستعداد، لكن قطر العام المقبل هي حتستقبل المونديال، وانت يعني من طبيعة معايشتك لهذه التجربة الاستثنائية ووجودك جزء منها، يعني حدثنا، اكيد التجربة دي محتاجة بعض المرافق الاخرى مثل الفنادق، مثل المستشفيات، محتاجة ايضا العديد من الترقية لكل الخدمات. هل قطر بدأت في المرافق الأخرى وبدت تخد فيها كل الأجندة اللي هي خدتها للمونديال العام القادم؟ نعم، كل الأجندة موجودة في الملاعب، بل هي كمان وظفت الملاعب لجزئيات معينة. إنه الملعب في فترة كأس العالم عنده مهام، وبعد كأس العالم حيكون مهام شنو؟ معظم الملاعب ده حيكون فيها جزئيات حتتفكك. حيتم مثلا التبرع بجزء من المقاعد للدول النامية عشان تطور البنيات الرياضية التحتية عندها. وفي جزئيات كبيرة من الملاعب حتتحول لفنادق خمسة نجوم زي استاد البيت، في الطابق العلوي كله حيتحول لفندق خمسة نجوم، وهو اوريدي فعليا عبارة عن فندق خمسة نجوم. اللي هو المتفرج بيقطع التكت بتاعه في الطابق الخمسة نجوم ده، بيمشي بيلقى جناح فندقي كامل وتوفر فيه كل الخدمات المحتاجية، والجناح بيطلع على شنو؟ بيطلع على الاستاد، يعني ممكن منه طوالي يمشي يقعد في المدرج او في المكان المخصص له ويشاهد المباراة. الملاعب كلها حتتغير، حتستخدم فيها مطاعم، حتكون فيها برضو صالات أفراح زي استاد الوكرة، حيكون فيها أيضا صالات للياقة البدنية، حيكون فيها مراكز للتسوق، المراكز التجارية، كل المراكز الخدمية الممكن يحتاجها الجمهور بعد انتهاء كأس العالم. ده بعد انتهاء كأس العالم، لكن حاليا كأس العالم يعني حيجيه الآلاف من الحشود من شتى بلدان العالم. هل هم الآن وظفوا بعض الفنادق، أشيدوا بعض المرافق؟ أيوة شيدوا تشييد عمراني متواصل، مجمعات سكنية بأعلى مستوى. قطر هي بلد صغيرة، لكن في نفس الوقت فيها مناطق كثيرة عمرانيا ما تشيدت، فهم حاليا شيدوا، يهتموا بالبنيات التحتية، شيدوا زي ما قلت المجمعات السكنية والفنادق، أصبحت جاهزة أنها تستقبل الآلاف من المشجعين. نعم. طيب مختار، يعني الآن أنت في السودان واحد من الشباب المتطوعين من أجل يعني إعادة تأهيل استاداتنا،
وبدأت في استاد الخرطوم شيخ الاستادات، هذا الصرح التاريخي الكبير في افريقيا، والاستاد الذي استضاف اول بطولة كأس أمم افريقية في العام 57. يعني كيف تنظر الآن إلى هذا الواقع ما بين قمة التكنولوجيا، قمة التطور، قمة الإبداع حتى في الفن المعماري الوصل في قطر، وما بين تراجعنا الكبير الآن في السودان؟ وهل هناك يعني من خلال إنشاءات الموجودة بريق أمل أن احنا قادرين، لا ممكن تكون هناك فرصة كبيرة أنه نحسن من هذه الاستعداد؟ طيب بالنسبة لكلمة تأهيل أو تطوير، الكلمة الصحيحة في الملاعب السودانية إنها محتاجة إعادة تصميم. التأهيل أو التطوير ده بيتم على ملعب إنه بيكون أصلاً استهلك أو استنزف على مر السنوات، نعم. بيكون أصلاً النظام الإنشائي والمعماري بتاعه نظام سليم برؤية هندسية سليمة، بجي أطور عليه. كسبيل المثال استاد ريال مدريد هو ملعب قديم وملعب تاريخي يمتلكه أفضل الأندية في أوروبا وفي العالم، نعم. حالياً بيتم فيه عملية تطوير وإعادة تأهيل، اللي هو أنا بطور في التصميم، بضيف أشياء جديدة وعناصر جديدة، كالشكل الخارجي بتاعه تغير، كإضافات داخلية تم العمل فيه، حتى أرضية الملعب أصبحت بنظام حديث. ده الاستادات في الحتة دي أنا بقول دي تطوير وتأهيل، لكن استادات في السودان محتاجة إعادة تصميم. نحن بدينا باستاد الخرطوم لأنه هو أقدم ملعب، نعم، ذو مكانة تاريخية في السودان وفي أفريقيا، كأول ملعب أقيمت فيه بطولة أمم أفريقيا، وكمكانة الملعب في العالم وفي القارة الأفريقية. هنبدأ من أول نقطة اللي هي منذ البداية بتأسيس أول ملعب. هنبدأ بالبداية صحيحة، هنبدأ باستاد الخرطوم. استاد الخرطوم طبعا كمن بدينا فيه العمل واجهتنا فيه مشاكل كثيرة، يعني العمل فيه تم بطريقة عشوائية في المدرجات الشرقية التي برضو تم إضافتها، أيضا على الجهة الجنوبية الشرقية والشمالية. الشرقية تم إضافة كتلتين من المباني، هم وظيفيا ما مستفيدين منهم كمدرجات للإستاد، لكن كوظيفيا مستفيدين منهم كشغل تسويقي أو كمحلات تجارية. في البداية في استاد الخرطوم نحن عانينا من إشكالية إنه معظم الملاعب في السودان القديمة ما عندها أرشيف هندسي محفوظ، نعم، سواء كان في الاتحاد السوداني أو في الاتحادات المحلية أو في وزارة التخطيط. بعض الأرشيفات الموجودة اللي هي بيكون جاء عمل تطوري على الإستاد بيقوم بيجي بيرفع الرفع المساحي وعلى أساسه بيرفق الورق في الوزارة. فكانت البداية في استاد الخرطوم بمجموعة من المهندسين بقيادة أشخاص رياضيين في الاتحاد السوداني، وهم في مجموعة النهضة متمثلة في باش مهندس عز الدين الحاج، أنا من هنا بالقلة والتحية، والدكتور حسن برقو ودكتور كمال شداد، أدوا الاهتمام الكامل للموضوع بتاع الملعب وموضوع استاد الخرطوم. فتكونت لجنة هندسية متكاملة، المراحل اللي تمت حتى الآن في استاد الخرطوم المراحل الأخيرة في التصميم كانت بإشراف مباشر منهم، وساهموا فيها مساهمات كبيرة. لجنة متكونة من 14 مهندس متطوع في شتى المجالات الهندسية، معنا المهندسين المعماريين، زملائي المهندسين المدنيين والمهندسين الكهربائيين والتكييف والتكنيكال وغيره، مجموعة من الاستاف هندسي متكامل، اللي هو كان الاهتمام زي ما قلت من جانب الباش مهندس عز الدين الحاج، وهو باحتباره رئيس اللجنة، نعم. حاليا رئيس اللجنة في مجموعة النهضة بقيادة كوكبة النيرة الرياضيين، نعم. ديال الدكتور حسن برقو ودكتور كمال هذا رئيس لجنة تراخيص الأندية في السودان، وبالتالي ملف يعني الاستعداد هو ملف بكل تأكيد مهم جدا. يعني العمل الآن الذي يجب أن يتم إنجازه، هل هو عمل يحتاج إلى وقت كبير جدا؟ هل هو عمل من الممكن أن يتم إنجازه في فترة قصيرة؟ هل هو عمل مكلف ماديا؟ ولا يعني ما يحتاج استاد الخرطوم هو بعض التعديلات البسيطة؟ استاد الخرطوم في العمل التصميمي الجديد عايزين نقدم مقترحين. المقترح الأول اللي بدنا فيه حسي على شارف للانتهاء، نحن هنعمل إعادة تصميم للإستاد عشان نبني إستاد برؤية سليمة. يعني زي ما بينفع شنو الحلول أنصاف الحلول ما بتنفع، فنحن هنعمل إزالة شاملة للمدرجات القديمة. أصلا هي المدرجات القديمة دي عبارة عن ردمية وتم عليها شنو عمل المدرجات، ما بنظام إنشائي معروف، المعروف في الملاعب في النظام الإنشائي التقليدي للملاعب وعبارة عن قواعد أو بيام أو مدرجات سابقة الصب تم تركيبها بعد ذلك. حيتم إزالة كاملة للشكل السماني، احتفظنا بالمقصورة الرئيسية لكن تم التعديل عليها وبعض الإضافات، اللي هو كان في بعض الفراقات الموجودة في الاشتراطات غير موجودة، زي مثلا مشكلة في غرف اللاعبين، عدم وجود لجنة
المنشطات، نقص الفراقات، المداخل والمخارج في الاستاد برضو كانت خطأ، غير كذا كذلك أيضا المداخل للكبار الزوار، المداخل الفي آي بي، المداخل الصحفيين، مداخل اللعبة كلهم كان بيتم في ممر واحد. نعم. لا، تم الفصل بين كل مدخل كبار الشخصيات مداخلهم، الفي في آي بي الوفود السياسيين من وزراء عندهم مداخلهم برام، كذلك الإعلاميين مداخلهم برام. طبعا مشكلة كبيرة جدا في الملاعب عندنا في القسم الإعلامي، القسم الإعلامي ده بيشمل حاجات كثيرة جدا، بيشمل صالة الطاقم البث التلفزيوني، المصورين، الصحفيين، صالات الانترنت، المنسق الإعلامي، الاستوديوهات التحليلية، كابينة التعليق، وهكذا. نعم. بالتأكيد هو يعني عمل جبار جدا، ممكن منتظركم باشمهندس مختار، حقيقة احنا أملنا فيكم أنكم يعني دائما ما تقدموا للبلاد وتطوروا في شكل الرياضة السودانية عشان نرجع من جديد نكون في مصاف الدول الرياضية. احنا سعدنا بك جدا باشمهندس مختار، وحقيقة أديتنا أمل أن نشوف استاداتنا تتلعب فيها كرة عالمية من جديد. شاكرين لك جدا. إن شاء الله. شكرا لك مختار، شرفتنا ونورتنا. دعونا الآن نستمتع قليلا بهذه اللقطات الجميلة لملاعب قطر التي تستضيف العاب بطولة العرب، والعام المقبل ستستضيف المونديال.